الموضوع تاع السفر مع سجا كيفاش جاني قبل ما غادي نخرج خصني نقضي شي حاجه ضروري ديال يعقوب راكم عارفين بلا رونتري سكول ومن دقيقه 90 ما علينا. اول حاجه اللي خصكم توجدوا هي نفسيتكم. ما تبقاوش تقولوا بان هنا لي لو فواياج غير خايب 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 وتبقاو تربطوا ليكسبيريونس ديال واحد اخرى ولا تسمعوا هضره ديال ناس اللي يقول لكم انا غادي تسافري غتندمي غادي هذا هذا. ما تبقاوش تسمعوها, خليو تعيشوا ليكسبيريونس ديالكم نتوما باش تقدروا تحكموا عليها. الوغ انا هادشي اللي طرالي لا روحها غتندمي غادي ديري غادي تفعلي غادي تركي. الوغ انا يا والله كما سافرت كنت طرطقت فريمون, كنت محتاجه انه نبدل ساعه اخرى من قلب 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 قلبي, كنت محتاجه هاد اليغ طوفوال. لكن حس راسي بانه عاتو درت بحال لو ديماري. دونك هادي اول حاجه تصنتوا لو كور ديالكم الا كنتو محتاجين انكم تسافروا. سافروا البنات ما تسمعوا لحتى شي واحد. الوغ باش دوزوا السفر ديالكم في احسن الظروف دونك ضروري خصكم توجدوا شي حاجه هكا قبل واللي تكون على بورت, يعني غير تبغيوها تلقاوها حداكم. دونك اول حاجه غنبداو عليها ولا غادي ندوي عليها هو لو ساك الونجي, اللي شي حاجه عاديه بغيتي تخرجي غير هنايا تمشي للريستورون ضروري خصك هذاك لو ساك الونجي. غادي ديري فيه بيان سور جيت لي كوش القطن لينيما, عندك واحد جوج ولا ثلاثه ديال التبديلات هكا اوكا. وراكم عارفين بعد خطرات كيطرا دي زاكسيدون لوست, دونك دو بريفيرونس انه ديروا واحد جوج ثلاثه ديال اللبسات ديروا هذاك ديالو اللي كتفرشوه تحت من لو بيبي. كنت قلتوها ليا ونسيتها اسمه مع لونج دو بروتيكسيون شي حاجه. المهم ضروري هذاك كسوا غادي تبدلو في الطوموبيل ولا غادي تبدلو في ستاسيون دو روبو ولا المهم ضروري خص تكون هذاك. لا طابل كتكون طابل عريانه دونك ديروه من الاحسن ديروا شي زر ولا شي حاجه هكا تحت من الراس ديال لو بيبي لانه هذيك قاصحه بزاف. المهم نكتب لكم هكا اون ليست ديال الحوايج باش نتفاهموا. هادشي اللي كنشارك معكم وكنقول لكم خصو يكون عندكم, يعني يكون عندكم في وسط الطوموبيل يعني قراب انكم تاخذوه, ماشي شي حاجه اللي غتكون في لا فاليز عاد غتهزوها. يعني داكشي ديال الدوايات وداكشي كامل داكشي راه بوحدي شي ضروري خصو يكون. لوغ ثاني حاجه خصكم ديروا بالكم هو الدراقات ديال ضروري هذا لانه في الطوموبيل شمش مره كتكون هكا مره كتكون هكا. اون بو ايفيتي هذا المشكل هذا خذوا شي لعيبات اللي باش غادي تطرقوا شمش. المهم حنا درنا داك اللعيبه كغطينا بها نيكلو سينما, مي راه كاينين كيتباعوا واحد بحال كيتلبسوا للزاج في الكحل تكونوا ترانكيل. ثالث حاجه تيغلي, هادي عاوناتني انا بزاف بزاف بزاف. الوغ لاسوس اللي درت انايا الصباح اللي سافرت باش نكون معكم ونقول لكم اللي كاين المهم ضرب بحال شويه البرد هي انه ملي كنغرد بنتي بالليل كنرد سان واحد وسان ثاني كنخلي انه يعمر بحال ريزيرف عندي. لو لوندوما ملي كنفيق كنردع بنتي توجور من لو سان اللي كان عندي هذاك اللي عامر كنخليه. ابخي كنتيري الحليب كنهز ليها البيبرون ديالها شدينا الطريق عطيتها البيبرون. دونك اون فوا فقط لقات البيبرون ديالها واجد خداتو. ابخي راكم عارفين ضروري خصكم ديروا دي بوز توقفوا لانه لو بيبي ما خصوش يبقى في البوزيسيون ديال الطوموبيل اكثر من ساعتين. دونك ديروا فراسكم بانه شاك دو زور غادي توقفوا غادي تاخذوا استراحه من الطريق ديالكم سوا باش تبدلوا سوا باش ترتاحوا نتوما دايوغ ولا لو بيبي اللي شي حاجه مهمه. ابخي الا كنتو باغيين تردعوا يمكن لكم انكم توقفوا ستاسيون دير وتردعوا. غير انايا ما درتهاش انه بنتي تاخذ الوقت ديالها الكافي باش انه ترضع, يعني ماشي وكنكره انه نردع في وسط الطوموبيل ان هذيك بالنسبه ليا ما بوزيسيون داليتمون ما والو كنقدر انا كن مهم معذبه معذبه بجد. فا جو بريفير انه نتيري الحليب ونعطيه ليها. وانا اختي صراحه عاوناتني الا ما كانش معكم شي واحد اللي غيعاونكم رجعوا تو سامبلومون لور وان فوا تفيق بنتكم ولا ولدكم رضعوه. دونك حنا قسمنا الطريق كنا وقفنا في تازا بقينا فيها عاد كملنا الحسيمه. دونك نفس الحاجه درناها. اما بالنسبه لو غوتور لانه هبطنا هبطه وحده عرفتو من الحسيمه لكازا. انا نصيحه اللي غنعطيها لكم دابا دابا هو انه الافونس وجدوا الحليب ديالكم, يعني تيروا الحليب الافونس الا كنتو باغيين ديروا هذه كامله شوز اللي انا ما درتهاش. فاضطريت انه نعطيها اون فوا لي ارتيفيسيال اضطريت ما كانش عندي كيفاش غادي ندير دونك درتها. مي سينو وقفنا بزاف 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 المرات اشاك فوا كنت كنوقف كنت كنوقف كنرتاح ضروري. دونك درتها مره وحده هكا في لو فواياج غير باش نقول لكم راه خرجنا مع الخمسة وصلنا لكازا حتى الجوج ونص ديال الصباح. فوالا دونك الا كنتو باغيين تيفيتيو هاد القضيه ديالي درتها انايا ديال ارتيفيسيال دو بريفيرونس انكم تيريو الحليب بواحد يومين قبل وتقادو لو ستوك ديالكم باش متهبطو ديروها دقه واحده. فوالا جيسبر انهم كومنتيتي